حنايا واش رانا نديرو؟ رانا نحاربوا من الكولتور هذيك اليهوديه. اي حاجه تصرى نهربوا منهم، هذوك يهود، هذوك لانا، هذوك لانا. اوليو انت تكون ذكي، تتعلم اللغه تاعو، تقرا اللغه تاعو، تقرا لي زانفورماسيون تاعو، تدخل واش كاين كاع تدخل فيه. علاه؟ باش يشوف باللي ما من تارك تخدم كيما راه يخدم هو. دير له دي فيسبوك يهضروا عليه، لان على بالي باللي فيسبوك اي واحد يضرب في الصهيون يقطعوه. بصح ما تخليش روحك فقط في الفيسبوك هذاك، دير له قنوات، دير له اي شيء باش توصلوا الى دارهم هكذا. لان حنايا كيف رانا كارهيننا، لان كارهيننا لان الشعب الفلسطيني يحب الشعب الجزائري احسن من فلسطين. هاي كيف حطينا انفسنا في موقف، كي تلقى الشعب الفلسطيني يرفض الدرابو الجزائري قدام انف الاسرائيل، ثم اللي خلاص يقول لك الاسرائيلي الدرابو هذا واش جابوا لهنا، هم عايشين في افريقيا بالدرابو تاعهم راه هنايا. احلاه، لان بالدرابو هذاك ام حاسين الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد اللي خذا التحرر تاعو بالحرب بالمقاومة هو الشعب الجزائري. صافي دير الراية الجزائرية كي ترفرف ثم عندها معنى واحد اخر. وش يدير؟ يقول لك لو كان الشعب الفلسطيني يتمسك بالشعب الجزائري يوصل الى المرغوب تاعو، يوصل الى الهدف تاعو، لانه شد في قضية عادلة. تلقى مثلا اسكو يمشيو بضربوا هذاك تاع امارات في فلسطين، والو والو، لانهما منبطحين. البلد تاعو، الرمل تاعو، ولا فرونتير تاعو ما جابهاش بالدم. هكذا اللي بغيت نفهم للناس، ما من الناس تاع القبائل مثلا. اوكي، انا قبائلي حر وفحل، بصح غدوة نديو لانديبوندونس كيما داوها الخليج، كيما داوها الخليج بالانبطاح. يقول لك واحد حكيني على لانديبوندونس تاع لاكابيلي كيف هديتوها، يقولوا بالانبطاح، ما عندناش استوار. بورتون لاكابيلي القبائل عندنا استوار كبيرة وعريقة ايتو، بصح واش زادنا، واش زادنا القوة والعزيمة؟ هو الاستوار اللي عندنا مع لي زالجيريان كله. اي واحد تقول له الجيريان يقول لك انتم مفحولة، لان ديتو بلادكم بالدم. دونك انت اليوم تروح مثلا هذوك البلدان، هذيك البلدان اللي كيما نقولوا بين عشية وضحاها داروا بلد، ما عندهم ني استوار ني دم ني المجاهدين ني والو، ما عندهمش ثقافه، ما عندهم استوار. اين كيفاه يحسدونا اليوم؟ يحسدوا الامارات هذو، يحسدونا السعوديه، يحسدونا البحرين، يحسدونا، لانهما بلدان خلقت بين عشيه وضحاها. السلطان الانجليزي او جعو راسو او يديسيني هكذا الاراضي، يديسيني هكذا سميتو لي درابو تاعهم، لي درابو تاعهم عندهم كاع نفس الشكل، نفس لا كولور، نفس، لان علاه؟ لان هذا ما عنده. او يديسيني هكذا خرج كاع البلدان هذه الخليجيه، ومن بعد تحكي له هكذا تقول له انا جزائري فخور وفحل، يكرهك. وانا عندي استوار مع السعوديين، عندي استوار مع الخليجيين. من بعد ان شاء الله يكون الوقت تشوفوا كيف يكرهونا، وزيد المصريين، وزيد، لان علاه يكرهوا الشعب النيف، يكرهوه. دونك اليوم مثلا كي نشوف الناس هذو اللي راهم يجريو على قضيه معينه، ما
تجريش انت مع الصهيون، ما تجريش مع المغاربه، ما تجريش مع فرنسا اللي بغات تهدم لك بلادك، لان غدوه غدوه لو كان كملوا في المسار هذا لانديس دو ديفلوبمون تاعنا نوليو احسن من فرنسا. مي لازم نكونوا اذكياء، ما نهدموش بلادنا باش لاغراض سياسويه. انا قلت لكم واحد كيما كريم طابو يروح هكذا من برنامج يهدرهم، زعما شوط هذا الجيش هذا جبناه من مارس، اي بورتو هما الصح. ان شاء الله لو كان نوصل نحكم في البلاد، اي واحد خدم لمصلحه البلاد كيما الجيش ولا هذوك لي باتريوت ولا هما نحطهم في اول القائمه. ما يجيش واحد انايا خاين يرسمني انا يقول لي واش ندير، لان المنظمات العالميه ولا لي زورغانيزاسيون هذه بغاو هكذا، بغاونا هكذا، الجيش تاعك تحطو في اخر القائمه. هما اللي يحميو بلاد، يصدموا يغرسوا الحارق، هما الثلج، هما لي فاكسين، هما اي حاجه هما. ومن بعد نتايا تعطي له فتات هكذا الجنون، يدخل جندي يكون عنده لابارتمون تاعو، يكون عنده مارتو، يكون عنده الخدمه شابه، يكون عنده السالير تاعو، يكون عنده الميديكال تاعو. ومن بعد لي بوليتيسيان هذوك يضربوا راسهم للح، ولا اي واحد هذيك زبيده عسول ولا كريم طابو ولا بالعربي ولا يهضر على الجيش اعطيه السقله وخرجوا من الدار. اي قول جو ميكسكوز ليكسبرسيون هادي. علاه؟ علاه؟ لان تشوف الناس كيفاه كما يشوفوا الجنود هذه يشوفوا ما يسواوش. اي انا اللي نخرجك ولا ندخلك للسكنه؟ لا لا لا، لازم الجندي هذاك يسترجع القوه تاعو، يقول له اسكت نتايا، لو كان ماشي السياسه تاعك ما نوصلوش الى هذه المشكله، لو كان ماشي التسيير تاعك ما نوصلوش الى هذه المشكله. لو كان عندنا اذكياء يخمو يقول لك باللي كي نعطي لهم السياسه اسكو يفجرونا البلاد ولا لا لا. ومن بعد اليوم يهضروا يقول لك التسعينات 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 خلاص لازم. اوكي بغيت تدرس مثلا هذا واش صرا في التسعينات ايتو، هذاك شغلك بصح. ياخذوا واحد كمنهاج باش يروح يقاوم، اعطيلو الزقله، اعطيلو الزط، لان اليوم ما يستاهلوش هذوك الناس اللي اعطينا لهم السياسه لمده 35 سنه ما داوناش الى بار الامان. واش داروا؟ داو دي جون صغار من الجامعة، داوهم فجروا لوحديهم في الغابة، هما راحوا لطرونجي مع ولادهم، واحد ولادهم يخدموا في البرلمان الأوروبي، واحد ولادهم يخدموا في الجامعات، واحد كل واحد وين حتد ولادو. ومسكين هذاك الجزائري نقول لك الحمار هذاك اللي طلع الجبل، لأن مسكين عقلو عيان، واحد مات واحد اهبل. اليوم هذاك الانسان يقول انا طلعت افي كونفيكسيون، يعني انا عندي قناعه كي طلعت الجبل وكي هبط الجبل هبط، حتى واحد ما يسميني انايا تائب. وتلقى اليوم مازال يضربوا في المؤسسات، يضربوا لان الدوله هذه لازم تسترجع القوه تاعها، لازم يخاف يهيب الناس، لان باش دير حاجه اون اوردر اون اوردر لازم الناس تتبع القانون، هذو لازم يتبعوا القانون. يجيب لك اي واحد يروح ل لا كوميسيون انترناسيونال، اعطي له الزقله، هاي امشي تروح لا كوميسيون انترناسيونال، انت راك تاخذ 30 مليون ابارتمون شابه ومارت كراك راهي في امان، جمعوا دراهم باش يعاونوها كي كنت في السجنيتو. وهذاك الانسان اللي راه مثلا في جانات ولا في تيكندورين ولا في تنزواطي،
ياخذ مليون في الشهر يقدر يوصل له لاي حاجه. هايليك البروبليم، هايليك علاه ما نقدرش انا ندير لا كومباريزون. كيف انت تدير مقارنه بين واحد راه عايش في العاصمه عطاو له فيلا يضرب في الجيش الجزائري وياخذ 30 مليون في الشهر، ومن بعد كي يعيطوا له في المغاربيه ولا في فرنسا 24 يروح يطلع، وهذاك المسكين اللي رافد كلاش في الحدود حتى واحد ما يتفكروا. يعني ما على باليش كيفاه الناس اليوم راهي تشوف هكذا واحد راه في لافيلا تاع الدوله والبارتي تاع الدوله يجيب لا سوبونسيون من الدوله يخلص 30 حتى 60 مليون وعندو دي زافير عندو شركات عندو الحليب عندو هكذا يخدم، يقارن روحو مع واحد اللي مازال ما وصلش للسميك هو اللي يحمي بلادو. هاي اللي كان البروبليم. نورمالمون 5 سنين هادو نحيو كاع ما كاش، نحيو كاع هذوك لي بوليتيسيان الدراهم هادو كاع اللي يروحوا الى الاحزاب السياسيه، يروحوا اولا نخلصوا بهم المتقاعدين، نخلصوا بهم هذوك الناس اللي الجيال دي هذوك والناس اللي تضروا من الحرب هذيك اللي كانت من 90 حتى 99، كي نسلكوا كاع هذو المشاكل هذو نعطيو لهم الحق تاعهم، اللي يقدر يولي للخدمه يخدم مثلا عساس في لاكوم يعني عساس في الشركه يقدر يخدم، واللي ما يقدرش يخدم سي انفاليد تكون عنده انفاليديتي تاعو افي، ويكون عنده مثلا دي كلينيك وين يتداوى ويكون عنده الحق هو وولادو اولا. باش ندير انا السياسه لازم هذوك الناس اللي حماو بلادهم اول مره لازم يكون عندهم الحق، ومن بعد لا دوزيام كاتيجوري نولي للناس لي زونديكابي مثلا، ولا هو لازم نديرو دي كاتيجوري باش الانسان يشوف واش راه داير لبلادو وين راه في المرتبه. هاديك واش يخص حنايا، اي واحد يصدم يقول كان هو انا هو الشاف، ومن بعد نوليو في المشاكل، هذا يروح يخدم يدي يسرق، ومن بعد هذاك الانسان دائما اللي مسكين ما يقدر يدير والو يقول لك انايا باش نحمي بلادي ما نستنى 500 الف واحد متضررين من هذيك الازمه الحمراء هذه ولا السوداء ولا كيفاه يسموها، واللي داروها خرجوا الى ليترونجي راهم يضربوا لورو، واليوم راهم دايرين قنوات في اليوتيوب هم يزيدوا دراهم لان كرشهم كبيره. هذه يعني ما يقدرش يتحملها العقل، لان كي تولي انت عندك بلاد، عندك بلاد لازم تدير قوانين باش تحمي بلاد هذيك، والقوانين هذيك لازم تحميها افيك لا بوليس لارمي كيما نقولوا لا انفورسمنت. ما تقدرش انت دير حاجه وما تتبعش، ومن بعد نشوفوا اسكو هذوك الناس اللي دخلت هذيك الناس اللي دخلت للسجن العصابه تقدر ترجع دراهمها باش خرجها من السجن تسنيلك، ما تقدر تروح دير السياسه، ما تدير كتابات، ما تدير مثلا محادثات في التلفزة، ما تدير والو، اقعد في دارك. علاه كي يقعد في دارو في امان وما يديرش النش ما يخلصنيش انايا اللي يخرجوا للطريق ولا يخلص اوناس في ليترونجي باش يجيبوني انايا العدو. دوك النحي هذوك انا دائما قبل ما يهدرها سديرة ولا اي واحد بغيت انايا هذوك تاع العصابة، لان كاين شي اوناس دخلوا بغلط ميم سي سرقويتو تشوف انت كيفاه تسترجع الاموال، ومن بعد مع السلامه.
مام هذاك خليفة إذا يرجع دراهم مع السلامة، لأن راك تنحي مشاكل لروحك، ومن بعد تولي لهذوك الناس اللي راهم قاعدين في السجن 28 سنة. دونك 28 سنة كما نقولوا الحبس أحسن من الموت تاعهم، شافوا الدنيا باللي يعني في، شافوا كل المشاكل. دونك إذا طلقتهم اليوم بي كونديسيون، لأن اللي عندهم أولادهم مازال لا فونجونس إيتو، هذيك لازم تقطعها. أي مع السلامة، درت واش درت؟ كاين شي ناس مساكن 28 سنة في غلط، ماشي هو مسكين، خلاص داوه طلع للجبل، أي خلصها. هذاك اللي قال له ورفض الكلاش دار 12 سنة وهو 28 سنة. هذوك الناس اللي ماتوا في الجبل قال لك بلا فيديو بالصوت والصورة، قال لك هما خدعونا. اوكي، عباسي مداني ولا علي بالحاج خدعوهم، داوهم للجبل، هما جازوا 10 سنين و 12 سنة. هذاك الانسان اللي قتل لانه هو سيتانور سيتان سولدا، راح قتل. اوكي، دوك بينه وبين مولاه، بصح مليون فصاعدا انا اللي نطبق القانون. علاه ما تقعدليش 28 سنه ويلعبوا بيك ويلعبوا بالدوله الجزائريه؟ قتلت تموت، ثمثم ما نديرش من با، ما نعطيكش من با الوقت تنفس. علاه؟ لان كي تروح الدوسي تاعك مغلوق، ما يزيدش اي واحد يلعب لي بالدوسي تاعك. قتلت تروح، ومن بعد نديروا قانون على السرقه، لان سمع هذا دخلوا للسجن، من بعد خرجوا، بعد يولي يقتل، بعد اللي لازم دير قوانين تاعك. الزهد ما يخرجليش انا انسان بالسيف وبالساطور هو اللي يدير لي القانون. اوكي، كي يشوف بوليسي يترعد، كي يشوف ميليتير يترعد. قولوا باللي قانون بوليسي ولا دوله بوليسيه، لازم لك دولة بوليسية باش القانون يترسم. ومن بعد هذه كي ولي الثكنة، على بالك دائما في مخك باللي كان القانون، لازم ديماري بلوردر. اوكي، ابري تولي انت تلمو تخاف تخاف تخاف، يولي هذاك تربية، ما ترمي ما تكسر ما تنهب، تروح تخدم في لابوس الملاير، يدخلك الخوف هذاك، تولي عادة، لأن الدرهم هذاك ماشي تاوعك. بيان سور كي نديرو دولة اجتماعية، انت تخدم ايتو، تكون عندك المينيموم ايتو تعيش ايتو، ما تشوفش الملاير في لابوس وانت ما تقدرش تعيش. عينك كيفاه الشيطان يغرك. دونك في المليون فصاعدا هناك اولويات، لان هذو الناس هذو قبل ما يدخلوني من الخارج يهدموني بلادي من الداخل، وناس صغار هكذا يقدروا يديروا كلش. دي ليسيان باش يكون يحب المدرسه تاعو يرمي الكارطه بيروح يدير لا مارش الحراك منا. اوكي، دي زيلاف علاه لا فوت تاع ليليت تاعنا، ما عندهم الشعب كيفاه يعمروا الشارع بالدراري هذوك الصغار. هاي يدي دراري من مسيد، بيان سور كي ندخلوا للسياسة الحقيقية، لي سانديكا، لي زونسينيون، هادو كاع لي زادمينيستراتور اللي يستعملوا لأغراض شخصية وسياسوية، يستعملوا المدرسة، يحطوا لي زيلاف اون اوتاج، كي دير قانون ما كاش هذا تولي تنحي السانديكا هذاك، لأن ان فري سانديكاليست هو يروح يجري على مشكلة تاع الجامع، وهذوك يخدموا ويقريو الناس، ماشي كاع نروحوا للشارع الأولاد يستفادوا
لي زونسينيون يستفادوا، بس هذيك الكميشه هذيك تاع السانديكا يجيبوا حق تاع لي زونسينيون. حنا لا لا، يجريو هما راح يجيبوا كلش على ظهر الناس، ومن بعد لي زونسينيون هذوك ما تجيبش الحق تاعهم، يخرجوا للطريق وبيان سور يديو معاهم لي زيلاب، دونك حتى واحد ما يربح. كي نشوف انا 20 مليون 25 مليون في الطريق، تلقى النص تاع سيدي زيلاب، النص سيدي زيلاب سيدي زيتوديون اي تو، اي كو لازم يكونوا لازم يكونوا في المدرسة. هاي لك المشكلة. دونك لازم تتعاود الناس هادو اللي يقولك عندنا الحق عندنا الحق عندنا الحق، تلقى بلي هما اساس المشكلة. دي زافوكا دي يديروا فوضى في التريبيونال. لازم كل واحد يولي لبلاصتو. مام السانديكا هادي كان بزاف لي سانديكا لازم يطرماو، تعاود كلش الاحزاب السياسية يطرما كلش، يكون حزب قوي مع كيما نقولوا وناس يعني نظافة يعني نظاف. تلقى واحد ياخذ 60 مليون كلش مخلص من الدولة، يضرب في الدولة هذه الى فرونس 24، ويزيد يقول لك على الجيش الجيش الجيش. وين وصلنا هذه؟ والدولة مازال راهي تخلص، ساكن هذا لا روتاريت تاعو خدم ايتو، وهذاك المسكين قالو كان جيت انايا حسرة السينا لي بارتي بوليتيك لي زاسوسياسيون هادي كاع اللي ما عندوش اي خدمة ما يديرش اي حاجة للبلاد، دراهم هادوك اللي تخسر يروحوا الى اماكن معينة، لي دكتور لي زونسينيون لي سانديكا هادو غير رمي رمي رمي. سيدي سيدي زورغانيزم نستعملوهم باسكو لي زورغانيزاسيون انترناسيونال ان فواياج لفرنسا لسويسرا ايتو، دونك هما هاي اللي كيف عايشين عندو الكاشي اضرب الدولة. نقول لك خليه يسكت، تشري السانديكا هذاك بصح اوليو تشري السانديكا دير مثلا اشياء ديريكتومون لي زونسيون ما يسحقوش كاع السانديكا، سورتو اليوم افيك لا تكنولوجي لي ويب سايت اي تو ما يسحقوش، ما يقعد في الدار هذاك يقول لك انا نقعد في الدار نخدم خدمتي وما نروحش لا مارش نبعث ميساج في هذيك لاباج فيسبوك ولا الويب سايت باش يشوفوا بلي عندي الحق، انا يا راني نقري بصح لازم تعاوني في هذا القضيه هذه. ما كاش هذيك لي سانديكا، لازم نبدلو نوليو الى طريقه جديده، كل واحد مثلا يكون عنده الصوت، ما نسقش انا انتميديا الانسينيو هذاك الاستاذ هذاك اللي عنده مشكله يتصل مباشره مع المسؤول، طف 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 انا عندي مشكله هاي اللي كيفاه نبنيو دوله جديده. ومن بعد هذوك كاع لي زانترميديا سراقين كاع روح خدم خدمتك، لي بارون ديالي اللي يخدموا خدمتهم، لارمي تخدم خدمتها، لا بوليس لا جوندارميري، باش نحيها كاع هذوك لي زوبورتينيست. امي طفوليين امي يستعملوا فقط الدوله، دوله مسكينه راهي خايفه تعطي لهذا تعطي لهذا تعطي وما على بالهاش خلاص. لا لا، نظم البيت تاعك بدا من دوك، الصحافة تاعك الجيش تاعك الشرطة تاعك الحماية المدنية تاعك، ومن بعد الناس تولي ديماري. شوف هذه مثلا كي يكون مثلا الفيضانات دائما عندنا مشاكل، علاه؟ لأن ما كاش تخطيط تاع الماء، ما كاش تخطيط تاع البنيان. تعطي لواحد مثلا وكالة عقارية تعطي لي يبني لك عدل، وما كاش مثلا محاسبة تبني مثلا سير ديريكتومون تبني على الطريق، ومن بعد كي تكون فيضانات ما كاش وين يروح الماء، ومن بعد يولي البحر تما في لا سيتي. اي لك وين وصلنا، لان كل واحد مازال ما تعلمناش لا ريسبونسابيلتي هذه. وكاله مثلا عقاريه تبني لازم تطلع هكذا في الطريق، ميم سي مثلا البلوعات هذوك غلقوا
بصح ما يوصلش للناس. كيفاه الناس تخمم للقدام؟ ومام هذوك تاع عدل مثلا سي لا كاتاستروف، رانا نشوفو دي جون انكابابل ان يبنيو، ومن بعد الدوله ما كانش ما تقدرش تتبع. اوكي، لان ما نشوفوش فقط مسؤوليات الدوله، مسؤوليات المسؤولين، لان كل واحد عنده مسؤوليه. قبل نتايا، قبل مثلا ما تبنيو هذا، ما تبداو العدل هذا على فوس، لازم تتبعوا. كل واحد عنده ابارتمون في هذيك في اللوتيرا هذاك، ديروا لورغانيزاسيون مثلا كل يوم يروح واحد يتبع لي طرافو. علاه؟ باش تشوفوا الشركه هذه اسكو تخدم طري بيان، اسكو دار، لان سي دي زان كابابل اللي راهم يخدموا. ما كاش كلش تلصق لصق، او عندك باتيمون بعد هذوك الناس يشريو الديور هذاك يعاود يهدم باش يعاود حاجه واحده اخرى داخل. دونك كاين ثقافه لازم نبداوها من دوك، تعطي واحد مثلا ابارتمون سوسيال هذاك الافونس، ما تقدر تهدم، ما تقدر تبني، ما تقدر دير بالكون جديد، ما تقدر. علاه؟ باش تبنى من يوم فصاعدا، ما نعطيك حاجه تقعد هكذاك، تروح مثلا دير ترو نسمع لك نحي لك الدار هذه. اي تلقى، شوفوا الانارشي باش انت تقارن روحك دائما، قارنوا روحتينا مع بلدان واحده اخرى. ايه، تشوفوا وين وصلوا البلدان هذه، وين حنايا. ما نقارنوش فقط المسؤولين، لان التربيه تاعهم ولا ليدوكاسيون تاع الناس تزيد الوسخ والطريق هذاك، كان بزاف حوايج تزيد البلوعات هذاك. اسكو لي سيفون هذوك مغلوقين ولا ماشي مغلوقين؟ كثر من تاع حاجه ولا الغبار ولا يتغلق هذاك السيفون هذاك، بعد تولي في المشاكل. ومن بعد يزقيو الدوله، هي اللي دارت الدوله. ايه، شوط كاين حوايج الافونس، مثلا قبل ما يوصل الثلج ولا الافونس، عندنا لا ميتيو تخدم مع الجيش هذاك يشوف لي روت اسكو محلولين كاع المناطق النائيه، يديروا مثلا وين يحطوا الماكله هذو في المناطق النائيه قبل ما يصرى مشكله. نخدموا مع الجيش، مع الحمايه المدنيه، ومن بعد انت مع لي كوميتي دي فيلاج. ماشي لا ديرنيير مينوت يقول لك خلاص هناك انجياره في الطريق مغلوقه، ما تقدرش تدي الماكله للناس. دونك كاين اشياء ديرها على فونس باش الشعب هذاك يتحمى والدوله تاعو تكون على فونس، لان سا كوت موان شير كي دير لا بريفونسيون على فونس. دونك باش نوليو الى هذه المرتبه هذه، هناك عوامل كثيره. دونك باش نبني العلاقه هذا بين الدوله والشعب، تكون لا كونفيونس، اي كيفاه نبداو نديروها. دونك كاين اشياء لي كوميسيون هذيك اللي نديرو مثلا بين البنيان والحمايه المدنيه والانفيرونمون، يتو يتعاون كي تكون اي حاجه ساهل باش دير ازمات هذه. يشوفوا واش راه جي جين، واش راه هذه الكورونا، يتو تموت الدوله. علاه؟ لان ما عندهاش ثقافه للقدام، فقط واش ناكل اليوم خلاص. دونك على هذا لازم تخمم باللي الحرب القادمه ماشي فقط اللي يقول لكم باللي كان العسكري، لا، حرب في كل المجالات. يبدا لك بهذا بالعسكري، يبدا لك بالشعب، يبدا لك بهذوك لي بروبليم سوسيو، بعد بالماكله. ينحي لك مثلا الماكله ما تشريهاش من لي طرونجي تموت، بصح لازم تخمم وما يكون عندك المخزون تاع 4 سنين. دونك والمخزون هذاك ما لازمش اي واحد يعرف وين راه، يعني سري للغايه وين تحت الماكله تاعك انت.
ما تخسرش. دونك يكون عندك دي ديبو ان بو بارتو باش الجهه هذه تتضرر الشعب تاعك ما يموتش. دونك تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير. كما قلت لكم ماشي فقط نهضروا على الصخور ولا السومارا ولا دونك كاين اشياء اكثر من هذه، وراني نشوف يعني مازال راني نشوف الخونه يزرع الكذب والياس، المهم يوصل الى الغرض تاعه. اليوم راني شفت واحد لا فيديو، واحد يهضر مثلا على الريجيم كيفاه يعني الريجيم تاعنا يقاوم القضايا. دونك قالك ما فهمتش انا كيفاه النظام الجزائري او يتعامل مع واش راه صار مثلا في العالم. دونك الى ما على بالك مثلا هذاك بن شنوف، الى ما على بالك بلي الدوله الجزائريه كيف تستعمل هذا بدون يعني انا ما رانيش محامي تاع الدوله الجزائريه، ولكن اون جينيرال الى انت ما فهمتش مثلا ولا الدول الاخرى ما فهموش ولا زيطوط ولا هذاك عبد يوسف مار ولا هشام عبد ما فهموش ولا انور مالك كيهضروا يقول لك مثلا كيفاه الدوله يتساءل لان ما عندوش الجواب، يتساءل وبعد كي يتساءل يعطي نظريه بالك. دونك النظام اللي ما تفهموش كيفاه يكون هكذا هجين ولا يقاوم اي حاجه اللي تجي جديده يقاومها بطريقه معينه، ما تفهموش نتايا ما تفهموش. كيما مثلا نتايا تدخل مثلا ان سباي تقول مثلا جاسوس ترميه مثلا الى جيش معين عندهم نفس الجيش هذاك عنده نفس مقاومه يدير ميم تاكتيك صافي ديك انت كي تعلم لي تكنيك هذا تاع الجيش هذاك يكون سهل عليك باش تغلغل فيه. على بالك منين يجيك منين يروح منين يخرج على بالك لي تكنيك ا بلس بي، بصح كي ما تعرفش نظام كيفاه يتبدل شكون يديسيدي شكون هو الرئيس كيفاه تمشي المؤسسات بيان سور كاين اشياء راهي تخرج مي كيما يقول لك واحد انا ما فهمتش كيفاه النظام هذا يخدم انا ماذا بيا يكون يعني شيء مهم هذا ما تفهمش كيفاه النظام شكون يحكم شكون يدير لي ديسيزيون تاعو. على هذه نقطة إيجابية ما يكونش على بالك شكون يحكم ميم سي الرئيس راه ميت ولا راه في الكوما ايتو مي لو فونكسيونمون هذاك اني با رولي على الشخص هذاك تخمم ولا لي شي. دور كيما قلت لكم مثلا في المغرب اليوم هناك قضايا صرات بدون ان يحضر هذا السلطان تاعهم هايلي بالك السلطان على بالوش كاع واش راه صار اليوم. دونك لازم احنا نخمو للقدام لان لصدموا لك ولا قلبوا لك البلاد ليبيا مثلا صدموا واحد المره وبعد خلاو الناس تاكل. شوفوا واش صرا في ليبيا اليوم. اوكي تهلاو في رواحتكم الله يجيب الخير. الناس كاع اللي سقسوا عليا ميرسي بيان، انا راني طري بيان ما يعني تبعت شويه هكذا في اليوتيوب لأشياء عائليه واشياء يعني بيرسونيل نخدمهم. دونك كي يكون عندي الوقت نشوف مثلا النار راهي تشعل نولي ان شاء الله بغينا نديرو حاجه هكذا يعني اونصومبل. كاين شي ناس راهم خدامين فريمون بالوقت تاعهم والدراهم تاعهم قد موايا يعني مساكن، مي ماشي كيما الخونه هذه اللي باعوا
باعوا العرض تاعهم ولا يخدموا دراهم ملاح. شوفوا لا ديفيرونس، واحد ما عندوش او يخدم لبلاده، واحد عنده او يضرب في بلاده جورين اوكي، او يخدم الملايين، سي سا لا ديفيرونس. ولات اليوم ما يبيعوا رواحتهم للي يقدم اكثر. تهلاو في رواحتكم، مع السلامه.